بهذه التشكيله وبهذه التركيبه البشريه ممكن اننا نديو لقب كاس العرش وننافسوا على البطوله الوطنيه ونمشيو لابعد مدى في كاس الاتحاد الافريقي. كيف ما كتلاحظ معايا هنايا 4-2-3-1 ماني بورغيس صوابي ايمانويل في القدام ديالهم كيكون كلاعب ارتكازي كيكون ناجي بجانبه كيكون الدراج وكذلك في الجبهه اليمنى او الجناح الايمن كيكون رضا سليم في الجناح الايسر كيكون حمودان اللي كيعتمدوا طبعا على السرعه والمهاره ديالهم وفي الوسط ديالهم اللي كيكون لاعب اللي هو حر كيكون لاعب يعني رقم 10 كيكون حر بالمهارات ديالو بالرشاقه ديالو اللي هو ادم النفاتي وراس الحربه بطبيعه الحال اللي كيكون لاعب البوكس يعني لاعب الصندوق اللي كيف ما كنسميوه هو جوزيف اللي ممكن انه يقدر يكون دياكيتي اللي عندي نظره ثاقبه انه يقدر يكون داك المهاجم اللي كنتمناوه فقط خاصنا غير الوقت عزيزي العسكري. اذا كيف ما غتلاحظ معايا هنايا في هاد الشاشه الصغيره ان هذا الرسم التكتيكي الا اعتمدنا عليه واعتمد عليه المدرب انا متاكد وتنتوما غتتفقوا معايا اننا غادي نمشيو بعيد في البطولات اللي قلت في الاول. اول حاجه خاصني نديرها كمدرب هو انني نحافظ على شباكي نظيفه، غادي ندير رسم تكتيكي ديال انني انا مدافع، كيف ما غتلاحظ معايا 4-4-1-1 نقولوا انهم هاجمين علينا من جهه ماني يعني الجبهه اليمنى، اوتوماتيكمون بورغيس صوابي غادي يديروا التغطيه، ايمانويل غادي يدخل معاهم في الخط، اذا هذيك الباصه غتبقى خاويه، اذا حمودان هو اللي غادي يجي وغادي يعمر وغادي يقوم بالتغطيه، الدراك والناجي غيكون عندهم دور دفاعي في هذه اللحظه هذه، هنا في هذه اللحظه جوزيف غادي يتحول من الجهه اليسرى للجهه اليمنى، حيتاش اوتوماتيكمون هما غيكونوا مهاجمين، اذا هذيك البلاصه غتكون ثغره عند الفريق الخصم وغادي خاصني انا نستغلها. لنفترض ان الكره عند سليم، اذا شنو خاصني ندير؟ جوزيف غادي يطلب الكره، ادم النفاتي اللي غادي يكون ثاني راس حربه او خلف المهاجم، حمودان غادي يدخل مربع العمليات، ايمانويل غادي يصعد الدراك بطبيعه الحال غيكون كينتظر كوسط الميدان مهاجم، غادي نديرو الزياده العدديه بورغيس والصوابي، ايمانويل غادي يصعد بطبيعه الحال، وهكذا غادي نكونوا مشتين وشادين ومسيطرين على اللعب مباشره، ما تقوليش باللي ما غنديروا والو بالكره. وهادشي كيطبق حتى الجهه اليسريه كيف كيطبق الجهه اليمنيه، اذا حمودان ملي غيشد الكره اوتوماتيكمون جوزيف وادم غيقوموا بالدور ديالهم، سليم غيدخل مربع العمليات، دراك والناجي كذلك الدور ديالهم في وسط الميدان، ماني غادي يخلق الزياده العدديه هو بورغيس وصوابي، ملي غيصعد ايمانويل حمودان لنفترض انه حتى الى سونترال المربع العمليات فهنالك العديد من اللاعبين وكذلك غادي نقوموا بزاف ديال الهجمات وبزاف ديال الضغط العالي اللي ممكن اننا نقوموا به. هاد العمليه ماشي سهله للاخوان حيت غنخلي فراغات من مور بورغيس والصوابي اللي ممكن ان تشكل علينا خطر الى فقدنا الكره في منطقه العمليات، اذا باش غنغطيها هو انه خصو يكون عندي حارس كيقوم بدور الليبيرو وكيخرج من المنطقه ديالو وكيغطي المساحات والفراغات اللي غيخليها بورغيس والصوابي. نبغي نقول لك عزيزي المشاهد كنتمنى منك انك تشارك معايا في التعاليق وتقول لي الراي ديالك طبعا وابرز تشكيله كتشوفها ممكن اننا نكملوا بها الموسم ديالنا واللي نجيبوا بها التأهل من قلب نيجيريا مع فريق ريمو ستارز. وكذلك عزيزي المشاهد انا كنقرا التعاليق وديما معكم فكونوا معايا. عاش الزعيم عاش الملكي الحرية للجماهير العسكرية، تحياتي لكم الاخوان.